committee, I would like to express my sincere appreciation to Under Secretary General for Public Information, Mr. Ibutaka Ataka, for the collaboration and assistance extended by the unit under Palestine, Decolonization and Human Rights Section of DBI. Our gratitude also goes to the Division for Palestinian Rights of the Department of Political Affairs, the Special Event Units of the Office of Central Support Services, and all of the staff involved in the preparation. السفير جاد منصور السفير فلسطين. ما هو السبب لهذه الاحتفالية الفلسطينية بالأعداد الضخمة الموجودة؟ اليوم هو يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، وهذا اليوم نبدأه في الصباح بكلمات من المسؤولين الكبار في الأمم المتحدة، الأمين العام، رئيس الجمعية العامة، رئيس مجلس الأمن، رئيس لجنة فلسطين المعنية بالحقوق الغير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وكلمة من السيد الرئيس محمود عباس، وبعد ذلك تليت بعض الكلمات من رؤساء دول كالمشير طنطاوي من كونه رئيس المجلس العسكري في مصر ورئيس حركة عدم الانحياز، لأن مصر احتلت الموقع، وممثل الجامعة العربية باسم الأمين العام دكتور نبيل العربي، وممثلة كازاخستان رسالة من وزير خارجيتها كونهم رؤساء حركة منظمة التعاون الإسلامي، ممثل عن الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وغيرهم. وجاءت عشرات من الرسائل من قادة العالم بهذه المناسبة ليعبروا عن تضامنهم مع شعب فلسطين. هذا أولا صباحا. ثم بعد الظهر بدأنا في الجمعية العامة في مناقشة بند فلسطين الذي سيتوج غدا باعتماد مجموعة من القرارات التي تؤكد على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. وفي المساء اليوم اختتم يوم التضامن العالمي بمهرجان ثقافي فني فيه موسيقى من مبدعين فلسطينيين، سيمون شاهين، وفنانين رسامين إبراهيم شلبي ورسوماته الجميلة هذه أحدها، والأخت حنان نير التي أصدرت كتابا رائعا عن التراث الفلسطيني وجذور التطريز والأعمال الفنية الفلسطينية. وهذا الكتاب قدمه هدية الرئيس محمود عباس إلى أكثر من 100 رئيس دولة ورئيس حكومة أثناء دورة الجمعية العامة في شهر سبعة. ونختتم يعني هذا اليوم بهذا الجانب الفني الثقافي، الأمسية الموسيقية الفنية، وكلمات من مجموعة من السفراء لنختم هذا اليوم تضامنا مع الشعب الفلسطيني. في آخر مرة تلقينا يوم 17 وهو كان يوم صدور تقرير مجلس الأمن بخصوص طلب الدولة الفلسطينية، أتذكر في المؤتمر الصحفي ذكرته أن الحكومة الفلسطينية بقيادة الرئيس عباس بتدرس احتمالات أن تتوجه إلى أوروبا للحصول على اعترافات من دول أوروبية كثيرة أعضاء في الاتحاد الأوروبي وغير أعضاء في الاتحاد الأوروبي. فهل تستطيع أن تعطينا يعني أبديت عن هذا الحدث؟ هل يوجد تحرك في هذا الاتجاه؟ الرئيس الآن موجود في فيينا واجتمع اليوم البارح اجتماعين مع رئيس جمهورية فرنسا، وهذا جزء من الجهد مع الأوروبيين. واليوم في النقاش حول بند فلسطين في الجمعية العامة ألقت سفيرة أيسلندا خطابا قصيرا من دقيقتين، أعلنت فيه أنه اليوم صباحا اعتمد البرلمان الأيسلندي بالإجماع دون أن يصوت أحد ضد مشروع قرار يدعو الحكومة الأيسلندية للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وهذا يعني جزء من هذا التحرك. القيادة الفلسطينية لا تزال تتشاور مع الأشقاء العرب ومع الأصدقاء حول تحديد الخطوات اللاحقة التي سنقدم عليها. وأعتقد عندما تنتهي القيادة الفلسطينية من كافة هذه المشاورات سيتم تحديد الخطوة اللاحقة، وعندما يتم ذلك سنعلنها للملأ وسنباشر في تطبيقها. Thank you.
Palestinian Heritage Foundation story is showing the culture of Palestine to the world. والألوان الزيتية طبعا بالنسبة للموضوع كله مأخوذ من صور فوتوغرافية لأنه خلينا نقول بصراحة مش قادر أدخل القدس ومش معقول أتنقل وأرسم بالطبيعة في الظروف دي.